هذه المعركة المباركة. نلتقي اليوم مجددا، نحيي فيكم من الثاني منه إلى الخامس والعشرين في المحطة اليوم ومحطة 9 و10 ثم 22 و23 ثم محطة 25. طبيعة الحال هذه الحركة الاحتجاجية أو هو برنامج نضالي، طبيعة الحال في شطره الأول تبدأ من نهار 2 مارس إلى 23 مارس، فيه 2 ديال الاعتصامات من 2 و3 و9 و10 على المستوى الإقليمي، وفيه نهار 23 اعتصام جهوي على المستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. هذا الشق الأول، في انتظار الشق الثاني الذي سنعلن عنه لاحقا. طبيعة الحال هذه الحركة الاحتجاجية ديالنا جات من بعد مجموعة ديال التسويفات والتماطلات اللي والتصريحات اللي صرح بها السيد الوزير في مقولته المشهورة على أن المرسومين سيصدران في القريب العاجل. هذا القريب العاجل تحول إلى 2 ونصف. الشيء الذي جعل منسوب الاحتقان يكبر عند أطر الإدارة التربوية، وبالتالي لم يعد لهم الصبر الكافي للاستمرار في هذه الوضعية الشادة جدا، مع العلم على أن السيد الوزير صرحوا في مجموعة من المنتديات وفي البرلمان وفي لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين دائما كان يصرح على أنه سيصدر مرسومين في القريب العاجل. إذن كنا نحن مرغمين على الخروج مرة أخرى إلى النضال، طالما أن أبواب الحوار مغلقة لا معنا كجمعيات كتنسيق ثلاثي ولا مع كل جمعية على حدة ولا مع الفرقاء الاجتماعيين أيضا. إذن نحن فرض علينا أن نخرج لنعبر عن مواقفنا، بالتالي سنعرفوا على أنه مجموعة من المديرين والحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال وباقي أطر إدارة تربوية، هذه الوضعية الشادة ديال التكليف والإسناد خلقت واحد التوتر كبير عندهم بطبيعة الحال، مما جعلهم يشتغلون في ظروف لا تتوفر فيها أهم مقومات الكرامة ديال رجل التعليم وديال قائد محلي ديال المدرسة العمومية في الإقليم. كل هاد الأساتذة وكل هاد الأطر الإدارة التربوية أغلبهم الآن ديال الأطر الإسناد هما فقط أساتذة مكلفين، بمعنى في أي وقت يمكن إعفاؤك وإرجاعك إلى القسم بعد 20 سنة من الإدارة التربوية. فهذه المسألة هذه لا تنحصر فقط في عقاب المعني بالأمر، بل في عقاب التلاميذ أيضا، فلا يمكن أن يكون هناك عطاء لإدارة تربوية أو لإطار إداري اشتغل لمدة 20 سنة ويرجع يولي يدير البيداغوجيا ويدير التربية ويدير إلقاء الدروس إلى غير ذلك، بمعنى أن هناك أيضا حتى بالنسبة للتلاميذ فيه نوع من العقاب لهم بطبيعة الحال. ونحن قد نتخذ في المستقبل قرارات قد تكون مؤلمة لنا جميعا. الإخوان في قواعد تنسيق الثلاثي يذهبون بعيدا في هذا الشيء، هذا بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الإشهادية. لقينا رأسنا مضطرين باش نخرجوا في هذه المعركة، وهي معركة هي جزء من برنامج نضالي سطر من طرف التنسيق الثلاثي كيغطي شهري مارس وأبريل. لماذا؟ احنا لسنا هوة خروج ولا عشاق الاحتجاجات ولا كذا، احنا نبحث عن مسألة بسيطة جدا قيمتها عالية، ولكن بالنسبة لنا احنا بالنسبة للآخرين لا تكلفهم لا مادة ولا هم يحزنون. هو أولا الكرامة، ثانيا الاعتراف والتحفيز لهذه الفئة اللي أفنت العمر ديالها في خدمة الوطن أولا وفي خدمة المدرسة العمومية وفي بناء النشء والارتقاء به. لكن المسؤولين على القطاع
رغم الوعود اللي عطاو، رغم المراسلات، رغم المعارك اللي خدناها في 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 جولات سابقة، انتهى بهم الأمر إلى أنهم اعترفوا بأن هناك حيف وبأنه سيحل في القريب العاجل، في القريب العاجل، في القريب العاجل، حتى أصبح هذا العاجل آجلا وهذا القريب بعيدا، ونزل بثقله على نفوس كل مدبري ومدبرات الإدارة التربوية، بحيث أنه وقع تملص كبير في 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 مؤسسة القيم. احنا كنعلموا القيم، كنعلموا إذا التزمنا بشيء يجب أن في أن أن في به، نحاسب على انعدام التواصل، على انعدام المناصفة، على انعدام الإصغاء، على انعدام التدبير. واحد مجموعة المديرين مشاو ضحية ديال هاد الأمور هذه، ولكن احنا ايضا شركاء ديال جهه معينه اللي هو المركز ديالنا اللي هما المجتمع القطاع، ما كيتواصلوش معنا، ما كيعترفوناش بالحوار، ما تيحفزوناش، لا يحقون حقوقنا، ما كيعاوش على ان العنايه برجل التعليم وعلى ان الاداري والمربي هو الوسيله الوحيده، هو الضمان الوحيده للحاق بالامم المتحضره. الى همشنا رجل التعليم وهمشنا الإدارة التربوية اللي كيعترفوا على أنها مدخل لإصلاح وتنزيل أي مشروع، وكيجي في الأخر وكينكث المواعيد، بمعنى أنه ما كيعطيش كبير أهمية لهذه المسألة هذه، ويجازف ويدفعنا دفعا إلى الوقوف في هذه الساحات عوض الوقوف في ساحات المؤسسات وفي المرافق التربوية وفي تنزيل المشاريع وفي الوقوف جنبا إلى جنب مع الأستاذ ومع الناشئة. بالتأكيد الخلفية اللي حكمت والسياق اللي حكم هذا البرنامج النضالي المسطر هو التسويف والتماطل ديال الإدارة التربوية في معالجة ملف نقدر أنه دوسي بغا استعجالية واستراتيجية مشاريع ديال الإصلاح التي تنادي بها الوزارة، وهذا خطأ، لأننا نقدر أننا جزء من الإدارة التربوية، أن تحتج الإدارة على الإدارة فهذا مشكل، هذا خلل وخلل كبير ينبغي استدراكه والتعامل معه بجدية ومسؤولية، سيما في الظرفية الاستثنائية وما بذلت الإدارة التربوية من جهدين في استتباب الوضع الأمني والسلامة الصحية لكل المرتفقين وفي مقدمهم التلاميذ والهيئة ديال التدريس. هذا أمر في الحقيقة ينبغي أن يقدر وأن يثمن بالنسبة لهذه الفئة هذه والتضحيات التي تقدمها، ولذلك ندعو الوزارة وندعو المسؤولين إلى إعادة النظر في السياسة التربوية المتبعة في معالجة ديال الملفات بشكل عام في المنظومة التربوية، وبالأخص مع ملف هيئة الإدارة التربوية. هذا اليوم هو كيجي في السياق ديال تنزيل المحطات النضالية اللي البيان ديال 18 ديال التنسيق، وكذلك المضامين اللي بانت في التعميم رقم 1 ديال التنسيق كذلك. فاليوم الثاني من المعتصم اعتقد على انه هذا كما كنقولوا دائما على اننا دفعنا باش لهاد المحطات النضاليه اللي كديرها التنسيق التالي نظرا للظروف اللي كتعيشها الاداره التربويه، وثم كذلك الوعود اللي تعطات الاداره التربويه في اطار التنسيق ثلاثي يعني من 2019، وكنا كنعتقدوا ان الملف هذا انه ربما سيطوى بصفه نهائيه، خاصه في التصريحات ديال السيد الوزير واللقاءات مع السيد الوزير اللي كان مع الجمعيه ولا مع التنسيق الثلاثي، اللي كنا كنعتقدوا انه يعني اواخر ديال 2020 انا غادي ينتهي هذا الملف هذا. للاسف مازال الوضعيه كما هي، مازال المطالب ديالنا كما هي، مازال الملف الطلبي ديالنا اللي مازالين تنحاولوا انه يطبق بكل يعني في شموليته. وكذلك كتعرفوا على انه الاهم يعني كما راه على راس هذا الملف المطلبي هي الاطار، وكنتظروا اصدار المرسومين اللي وعود كثيره تعطتنا من السيد الوزير ولا من الجهات المسؤوله على ان المرسومين يعني راه هما يعني استكملوا جميع المسائل ديالهم. حنا لحد الان مازال ما عرفناش الوضعيه ديال هاد المرسومين، مازال ما عرفناش الوضعيه ديال الاداره التربويه اللي جميع المكونات ديالها هما واحد الناس اللي كيشتغلوا بواحد الروح وطنيه، بواحد الروح ديال الخدمه الناشئه وخدمه المدرسه العموميه. فعلى الاقل ان الانصاف ديال الفئات تعتبر انه مساله اللي
يعني حتى واحد ما يختلف عليها. وإلا كان سيد الوزير بنفسه كيعطي عن هذه المسائل على أنه الإدارة تستحق أكثر مما هي عليه الآن، فأعتقد أنه الآن الإنصاف ديالنا تيتجلى فقط باش تصدر هاد المرسومين.